كوارث في الشعوب النامية. هل فعلا بصفة حضرتك كنت محافظ الشرقية ورجل لك باع في هذا الموضوع، في موارد متاحة للحكومة استسهلت طريقا آخر لأن الطريق فيه صعب ولم يكن لديها من الابتكارات للبحث عن تلك الموارد والإمكانيات المتاحة بالفعل؟ هو الحقيقة يعني خلينا أكون منصف، وأنا والله على طول منصف، يعني حتى وإحنا بننتقد أو بنهاجم يعني ده كله صحيح لمصلحة يعني الوطن والدفاع عن رؤية يعني تبتغي وجه الله والمواطن. البيان الحقيقة أنا كنت النهاردة سعيد بيه من حيث المضامين العامة ومن حيث النوايا الطيبة جدا، وهو عامل روشتة الحقيقة يعني محدد التحديات ومحدد سبل مواجهة هذه صحيح التحديات، وبادئ باجراءات يعني في علاج قضيه البطاله برقم معين يعني في تعيين 700 ألف الخريجين 800 ألف 600 ألف ايوه 700 600 ألف، 700 رفع الضريبه، الضرائب التصاعديه، الانفاق الحكومي. الحقيقه الراجل عامل روشته تواجه بها التحديات اللي هو رصدها بدقه كما نرصدها تماما، لكن انا بتكلم حوالين الإرادة السياسية والصلاحيات. قبل ما تسيب النقطة دي يا دكتور، نعم، الضرائب التصاعدية سقفها كام؟ 25. لا ما هو بس شوف المجتمعات الرأسمالية بتوصل كام؟ مش أنت رئيس مجلة أكبر مجلة اقتصادية في الوطن العربي؟ الوضع مختلف يا دكتور جمال. هنا بقى مختلف إزاي؟ أقول لك في أمريكا 60، ده في فيينا 70، ده في سويسرا. معلش 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 دكتور جمال. دلع رجال الأعمال اللي عندنا. أنا عايز دكتور عزازي، دكتور عزازي رجال الأعمال، أنت عمال تكتذب في ظل ال 20% مش عارف تجيب. تكتذب إيه؟ أمال فين رجال الأعمال؟ دكتور جمال يا دكتور جمال مطبطبين عليهم يا دكتور جمال. إحنا لا إحنا رجال أعمال ولا بنستهدف هذا. بكلمك أنا قلت لك أنت في ظل، لا لا يعني أقصد إن إحنا لا ندافع عنه، لكن في ظل ال 20% مش عارف تكتسب استثمارات، احنا بنخلي 25% اللي وافق عليها رجال الاعمال بعد حد معين، انت ليس لديك اجيال من رجال الاعمال. مين اللي وافق يا استاذ؟ مين اللي وافق على ايه؟ مين اللي وافق على رفع الضريبه؟ ما انت ما عندكش مال الشعب. مجتمع مجتمع لغايه كام؟ ما هي في السلطه موجوده عند الدكتور مرسي. يا دكتور جمال انت تعلم جيدا ولا عشان رجال الاعمال الاخوان ما يدفعوش؟ عايزين نفهم. لا 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 يعني ولا عشان دول رجال اعمال زي النظام السابق؟ يعني ما اقدرش اقول كده. لا يعني اقول انا مش لاقي خايف. بس هو معاه الصلاحيات. انت عايز تكذب، عايز تكذب استثمارات سواء مصريه، عايز انت عايز تشغل الناس، عايز تعمل الاستثمار الاجنبي في مصر صفر. يا هو اللي قال يا دكتور عزازي صفر ازاي يا سيدي؟ ده تصريح لسمير رضوان اول امبارح فعلا. طيب ما هو ما هم بيقولوا الاستثمار الاجنبي لجذب الاستثمارات يا فندم. جذب الاستثمارات والله العظيم لا يتم بمجرد يعني تبني اطروحات جميله زي اللي طرحها هشام منديل. لازم يبقى في حاجه اسمها مناخ. انا على جزئيه يا دكتور عزازي، في حاجه اسمها مناخ على جزئيه الحد الاقصى. انت راجل بتاع اقتصاد يا استاذ ياسر. في مناخ استثمار جاذب وفي مناخ استثمار جاذب. حلو فارد. كيف يكون في جازب؟ حاله ارباك طبعا موجوده على الساحه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدستوريه. طيب. انا بتكلم لما اتكلم على جاذب يعني لابد ان تعود الدوله لممارسه مهمها. ممارسه مهمها تبدا بانه يبقى في دستور يحقق حاله التوافق ويكون يعني عقدا اجتماعيا بين الافراد والدوله. كويس. ده ينظم العلاقة ما بين السلطات ويعمل حالة الفصل ويعيد الدولة إلى حالة المؤسسة، طالما أن نظام الحكم لا يعمل بالشرعية الثورية التي كنا نتمنى أن يعمل بها، لا في محاكمة الفاسدين فقط ولكن في عمل نقلات اقتصادية واجتماعية كبيرة يشعر المواطن فيها بأنه تم في ثورة. دلوقتي في يعني زي ما يعني اتولدت الردة في رحم الثورة يعني بعد يناير، أيضا بتتولد يعني دولة السلحفاء في وسط يعني إيقاع كان لاهسا في ميدان التحرير ويعبر عن أشواق للتغيير طالت وتراكمت وعملت هذا الانفجار. الناس فعلا الوقفة في الشارع دي وعاملة وقفات في كل ميادين وشوارع مصر. أرضية جذب الاستثمارات إزاي؟ أرضية أن تعود الدولة. الدولة لم تعد بعد. إزاي؟ إزاي؟ الدولة لم تعد تعد بمعنى وجودها في دوائر الأمن القومي إقليميا ودوليا ومحليا. تعود بمعنى انه يتم المؤسسات. عودة المؤسسات للدولة والفصل بينها. تعود بمعنى ان تحدد انحيازاتها الاجتماعية هي مع مين وضد مين بشكل واضح. يا اخي قبل ان تعود الدولة يستطيع رئيس الجمهورية بما له من سلطات مطلقة الان وفي يده التشريع وفي يده السلطة التنفيذية الاثنين معه
والقضاء يعني بتاع بيحاولوا برضه يهملوا على القضاء. طيب ما هو الدكتور هشام في بيان اليوم يا دكتور عزازي ذكر كل هذا على راسي من فوق والله ذكر ما هو ذكر كل هذا ولا يتحقق في يعني قال ما اتمناه والله طيب. من حيث قال توفير بيئه تشريعيه تدعم التنميه وقال تطوير المدن واعاده التوازن السكان وتنميه المناطق الصحراويه وتطوير العشوائيات والرعايه الصحيه وجذب الاستثمار. ده كلام عام الكلام ده قاله اهو ده كلام عام هو عزازي بس عملي بنسميه في البحث العلمي اطار نظري للدراسه هيعمل الدعم يعني هيعمل الدعم ازاي؟ يقول لي هيعمل دكتور جمال ويحصل نفسه في المجتمع العملي والزمني ازاي؟ ما عشان الكلام محدده هو بالمناسبه بالمناسبه انت بس سالتني وقلت لي باعتبارك كنت تنفيذي انا بقول لحضرتك والله عن الموارد والامكانيات والله العظيم بدون الترشيد وبدون الخطوات اللي فيها ترشيد وفيها وقفات احتجاجيه عشان اللي فيه مواجهه يعني التحديات اللي احنا بنواجهها بعد الثوره وقبل الثوره اقسم بالله العظيم وانا راجل مسؤول عن كلامي في اطار الموازنه العامه بتاعه الدوله الموجوده دي والميزانيه اللي كانت بتوصلني في المحافظه تستطيع انك انت تسدد يعني كل خانات المتعلقه بالخدمات الخاصه بالمواطنين وان تحقق العداله الاجتماعيه في اطار هذه الموازنه نفس ذاتها بس نفسها؟ بترتب اولويات ايوه فندم بكل اعباء بكل اعباء بترتب الاولويات بس بطريقه سليمه بدل ما الدكتور جمال ياخد 10 وفلان ياخد 5 لا الاثنين بياخدوا 7.5 بالظبط يقتسموا مبلغ البتاع بدل ما تبدا بالمشروع الفلاني لا بتبدا بالمشروع الفلاني لانه بيخدم مساحه اكبر فاتوره الفساد يعني قصدي اداره الاولويات دي مساله شديده الاهميه جدا معلش يا دكتور انا كان عندي ميزانيه ما تنفعش تسد شارع بحاله بالكلام بجد والله لكن كنا بنعين مثلا الخريجين كنا بنعين تاهيل المستشفيات لتحمل نفقات العلاج المجاني خلي بالك عمليه جراحيه بثلاثه الرؤيه لا ده موضوع تاني ده موضوع لما ليه لا يعني سريعا كده ليه انا انسحبت لو الدكتور هشام عدين كان موجود كنت انسحبت طيب عاوز بس ارد على نقطه بس انت جاوبش على حاجه مهمه استاذ فتح الله بس عاوز ارد على نقطه قالها الدكتور عزازي لان السكت عن حق شيطان اخرس انت حضرتك قلت ان في وسطاء اخوان الانابيب بوتاجاز وبيبيعوها وكده عادي ده اتفاق مقنن من ايام الدكتور علي المصلحي ومع الصندوق الاجتماعي هاني سيف النصر وتم توقيع اتفاق بان الشباب اي بقى شباب بقى شباب الليبراري اخواني شباب مصري ان الشباب هياخدوا من مستودعات عدد معين من الانابيب ويوصلوها بزياده جنيه او 2 جنيه على حسب المكان لغايه البيت فده اتفاق موجود من ايام حسني مبارك شباب الحزب الوطني يا استاذ فتح الله لا مش لا 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 في دايره وعارف كل اي شباب بقى ما يقولك مش هتصرف مش هتصرف الوطن ما كانش الشباب محدش لا لا شباب الحزب الوطني هم هو شباب الشباب الاخوان دول بشباب هم دول شباب والله اي حد يستفيد احنا معاه لكن ان يحتكر في السياسه سياسي دول عدل ايه ده الخطر ده اتفاق لان مش كل واحد يقدر مش اي واحد هيقدر يقف في الطابور لما يوصل له الانبوبه لغايه البيت لغايه فوق البيت ياخد 30 جنيه يا استاذ فتح الله لا لا كان حد بتحدد حاليا بتوصل ب 30 بس فانا بس عشان ايه يعني دي حاجه انا انا كلام عملي يعني انا حضرت الاتفاق دون فانا بقوله بس مش دفاع عن الاخوان انا حضرت انا حضرت الاتفاق الثاني وعانيت منه انا عايز اقول له في الموضوع ده بعد اذنك دي فيما يتعلق بالانبوبه دكتور جمال انت مستصابني لا انت مستصابني الانبوبه ب 2 جنيه 65 قرش رفعوها ل 5 جنيه خلاص واتقال ان هو كل بطاقه تموينيه كل بطاقه تموينيه ياخد من انبوبه حسب عدد الافراد من انبوبه لاثنين في الشهر بالسعر الرسمي تمام في ايه مشكله في تطبيق ما بداوا فعلا ما عملوش لا ما عملوش الكلام ده لسه ما بداوش فلا انا عايز اقول لو عملنا ده هيوفر علينا ايه جيش من الفساد فاتوره الفساد بالمليارات لا صحيح انا بكلمك كرئيس انا فاهم حضرتك دكتور جمال رئيس الفرع المصري واخد دكتور جمال طيب اساسا انا متفق لاول مره معاك عشان فاتوره الفساد نشوف بس موقف الاتفاق كفايه للاستغناء عن والله القروض الخارجيه يعني حجم ما ننتجه من انابيب غاز اكتر من عدد حجم السلع لا مش ممكن لا انا يعني متفق ومختلف والله العظيم مش معقول لكن فيما يتعلق الحقيقه بمساله التمويل لان دي مساله مهمه جدا توضح للناس ليس الهدف للمره الثانيه من قرض الصندوق ان احنا نحصل على 4.8 ولكن الهدف شهاده الصلاحيه عشان الاخرين يتعاملوا معاك ده رقم واحد رقم اثنين الحكومه يعني بالاهل نفسنا للقروض والسلف لا مش لا يعني دي وظيفتنا بعد الثوره اديني فرصه لا لا انت بتتكلم على جذب استثمارات بتتكلم عن نفس السياسات يا عم استنوني بقى مش هينفع الكلام ده نفس لا استناني بقى بقول لك النظام السابق كان بيقول لك شهاده الصلاحيه مش شهاده مش عارف ايه وياخدوا فلوس من الدوله مالك بنتكلم كلام اقتصادي بنتكلم كلام علمي واقتصادي انت عارف انت راجل علمي طيب في محدش يثق في كل اللي بتقوله الا لما يكون في واحد معتمد دوليا يقول لك الكلام اللي بتقوله صح لا انت لو اوقفت الفساد الناس هتثق فيك وهتيجي تعمل استثمار لكن نص فلوسه بدل ما يدفعها ضرايب بيدفعها رشاوي انا مش عارف اتكلم
عفوا يا استاذ ياسر. لا حضرتك عفوا يا فندم اتكلم بس انا عايز حاجه ثانيه في بعد ما اخلص دكتور. لا لا عفوا بقول لك ده حاجه عشان تتكلم فيها باعتبارك خبير وتفهم اكتر مننا في الاقتصاد يا فندم. تجارب البرازيل وامريكا اللاتينيه بشكل عام في عدم تسديد القروض وفوائد القروض. انا موافقك ان احنا عدم لا يعني ده مش قرار يعني ثوري واجتماعي واقتصادي يقدر. انا بكمل بقيه السؤال. هم بقوا فين دلوقتي يا استاذ سالم؟ ماليزيا. ولك علي الا يدخلك الدكتور جمال. الله يحفظك. انا ساكت. فهذه هي البدايه. هذا المبلغ لا يصلح اطلاقا لمواجهه اي حاجه. المطلوب جذب استثمارات، المطلوب انك انت توفر مناخ مناسب، مناخ ملائم، وهذا هذه الشهاده لن تصدر من هذه الجهه. البديل اللي احنا بنتكلم عليه. الحكومه الان بدات بالفعل وتفكر جديا فيما يسمى بالصكوك الشعبيه. لن يصلح حال هذه البلد الا اذا كانت الناس بالفعل تساهم في تنميه هذه البلد. ودي مساله متفق عليها وداخلنا جميعا. انت مضطر اجبارا انك تاخد هذه الشهاده. مش عايزين لو باعوا 8 من 10. لو هتاخد الشهاده دي من غير القرض اهلا وسهلا. القضيه الان انك لازم المشاركه الشعبيه ومشروع تنميه منطقه قناه السويس ومشروع تحويلها الى المنطقه اللوجستيه وما الى ذلك، كل دوت الان يفكر فيه من خلال ما يسمى الصكوك الشعبيه. الصك الشعبي اللي هي مقابل لكلمه السندات، يعني قرض، يعني المواطن بدل مش هيخش مساهم مش عشان ما يتحملش عشان ما يتحملش مشروع السداد ديون مصر اللي كان. لا لا ده حاجه تانية خالص. طيب ايه الفرق؟ طيب لا لا التاني كان عايز يبيع القطاع العام ويوزع على الناس فلوس، لكن انت هتشارك باموالك في فرق عشان بس الناس تبقى واضحه. عشان لفظ الصكوك لفظ الصكوك يعني قد يكون في صك ده عباره عن خليه سند سندات، بس كلمه سندات تعني ان في فايده ثابته وانك هتاخد مبلغ ايا كان. هذه المساله معناه ان الناس هتشارك في المشروعات القوميه بمبلغ مش كمساهم عشان لو خسر يقول لك انا خسرت زي ما حصل في الحديد والصلب زمان والناس مش عارفه تاخد الاسهم بتاعتها. لا دي عباره عن صك قرض بيديه للحكومه في مشروع معين وبياخد مقابل له فايده او عائد، يعني عشان ما نقولش فايده وبعض الناس يهاجمونا، عائد يا اما ثابت متفق عليه يا اما عائد متغير. يعني انت تضمن كواحد بياخد هذا الصك ان هيجي لك عائد من هذه المشروعات. لو لم نتحمل مسؤوليه التمويل، الناس تتحمل مسؤوليه تمويل هذه المشروعات، مش هننجح. مساله الاقتراض مساله مفروضه بلا جدال. انا بتكلم تحديدا السكوك. اي مواطن انا وانت وكل واحد انا معايا، يعني تتحمل على المواطن برضه في الاخر. لا الوحيد اللي معانا الوحيد اللي معايا فينا بيقول لك انا معيش يا فندم. احنا صارت فين يعني هو ليه الوظف الدوله احنا اتسكنا كتير يعني مش ناقص سكوك. ما هو ده السؤال يا استاذ سالم. بنناقض نفسنا. ايوه يا فندم السؤال يعني انت بتناقض نفسك. مش عايز تساهم فكره كويسه. انا وانا معاها بس بقول لك مين اللي عايز. مش لازم انت، انت لازم اللي معاه يا بيه. البنوك فيها كام مليار يا دكتور؟ المصاحبه تتعمل ازاي؟ دكتور عايزين نعرف رايكم يا دكتور. يا دكتور احنا بنتكلم والثلاث ثلاثات. طيب هيبقى دوره ايه في الموضوع؟ عفوا انا بسال والله. ثلاثه لا ثلاثه شرطه ثلاثه ثلاثه صح دكتور. ثلاث ثلاثات ثلاث ثلاثات وشرطه ثلاث ثلاثات. ده موضوع ثاني. انا بتكلم دلوقتي عن فكره التمويل. احنا بنناقض نفسنا بنقول مش عاوزين ناخد قرض ومش عاوزين كمان نخش ندي فلوس. هنجيب فلوس منين بقى؟ يعني الحكومه تروح تطبع فلوس؟ الحكومه طبعت فلوس بالفعل. طبع فلوس معناه يعني ايه؟ ان ال 700 جنيه اللي انت هتاخدهم كحد ادنى ما لهمش قيمه. ولا 100 جنيه. لو ما كنتش تحافظ على قيمه هذه ال 700 جنيه، انا مش عايز 700 جنيه، انا عايز اتعلم. طيب انا دلوقتي هسال سؤال وعايز يخش المستشفى. اسال سؤال بس للاستاذ فتح الله. طبعا يعني فرنسا بعد الحرب العالميه الثانيه قعدوا ياكلوا بطاطس شهور. بس كان في شفافيه وكان في حكومه بتقول احنا ازمتنا كذا تحملوا معانا. الاجماع الشعبي بقى بنتحمل مع بعض. طب يا دكتور ما هو ده حصل وقلت انا للدكتور جمال. ما عندناش ده حصل في الكهرباء الشمالي. لا يا دكتور عزاز دكتور عزاز ناخد بطاطس كلنا. مفيش بطاطس من الاتحاديه لحد شارع فيصل. معلش طيب ما هو ده حصل في موضوع الكهرباء والحكومه كانت شفافه مع الجمهور في موضوع المحلات وموضوع ان كل واحد يلبس قطن ويقفل التكييفات عشان عندنا مشكله في الكهرباء. الناس هاجت وماجت. لا 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 ده له اغراض تانية خبيثه يعني. الله يعني هم لما يبقوا نازلين وشفافين تقول مش شفاف ولا حاجه. مين اللي خبيث في الموضوع دكتور؟ اللي طرحه. لا اللي طرح حكومه الشمال دي. لا 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 انا بتكلمش عن شخص. وضح لنا. طيب موضوع موضوع اغلاق المحلات وراه اولا اكثر من هدف. اولا الحكومه عايزه تبقى حكومه جابيه. ها المحل هقول لحضرتك. اولا لا تستطيع اتحدى ان الحكومه تنفذ هذا القرار عمليا. يعني مش هتقدر. الامن نفسه مش هيقدر يروح لصاحب محل فاتح يقول له اقفل. هيعمل ايه؟ هياخد مخالفه. يجمع المخالفات زي المرور بالظبط. انت بتفاجئ وانت رايح
تجدد الرخصه ب 3 4000 جنيه عليه. امتى خلفت ما تعرفش؟ لا لا ليه لا. العسكري ماشي عمال ايه مخيف مخالفات. لا 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 بس استناني بس بعد المخالفه الثالثه بس لو سمحت عشان معلومه تصحح. بعد المخالفه الثالثه يحصل ايه؟ بقول لك هيقفل المحل. استنى هيقفل المحل هيقفل وهيفتح. الرخصه هتت ايه بتيجي تتجدد كل سنه. هيجي يروح الحي يقول له لا ده انت عليك فتحت كام؟ عندك 5-6000 جنيه. هيروح الراجل يصرخ، الحكومه هتروح ترفع دعوه وهتقفل المحل. طبعا الامن مش موجود. القرار ده يحتاج ان وجود عوده الامن، يعني الامن لازم يكون قوي. والدوله زي ما قال الدكتور عزازي كلام مهم، الدوله تكون عادت بشكلها الطبيعي ها وبشكل لها حضور في كل شارع وفي كل بيت. طيب انا هسال الحاجه الثانيه اللي ورا القرار ده هو فكره ها اضعاف المظاهرات واضعاف التحركات الجماهيريه واضعاف التحركات، وده هدف سياسي خبيث ايضا من ورا الموضوع دهوت. عشان كده بنقول لك انه اقتصاديا في عواصم كثيره سهرانه. القاهره معروفه في الوطن العربي، وانا زرت اغلب الدول العربيه عشرات المرات، ها يقول لك القاهره الساهره. انت بقى عايز تودي وزير التنميه المحليه بيتكلم كلام غير مسؤول، يقول لك والله اللي مش عاجبه القهوه بس ام جنيه يروح بس لفندق كذا بخمسة جنيه. الناس تصلي الفجر وصلاه الفجر فيها بركه كما قال كمان. الطلبه هيقول لك الساعه بلاش ندخل في الفتاوى بقى. دكتور كمان الطلبه هيقول لك الساعه كام؟ احنا الساعه كام الصبح؟ يبقى اذا الفكره فيها الثالثه بقى. وده مش طبعا انت بتسالني لازم اجاوب ان دي فكره من افكار حسن البنا والرئيس مرسي ثبتها عليهم. طيب ليه؟ لما قال لك ان فيها البركه وعشان الناس تصلي الفجر قال لك لا دي من ضمن المحلات عشان ايه الناس تستريح وتمشي ولا يشوفوا التلفزيون ولا برامج. يا ريت يا ريت الحزو وهكذا. طيب انا هسال سؤال هحوله يا جماعه دعويه بجد. يا ريت هسال سؤال للاستاذ محمد فتح الله. يعني موقف مجلس الشورى كان غريب عند البعض ان هم يعني كانوا يساندون حكومه قنديل في البدايه وان هي وكان الناس بتتهم هذه الحكومه انها اخوانيه. الان مجلس الشورى يقول ان هذه حكومه افشال الرئيس على حد قول بعض نوابهم. يعني كيف يفسر ذلك اذا كان مجلس الشورى نفسه بيشهد ان هذه الحكومه فاشله وستفشل القياده السياسيه؟ انا شايف ان دي ظاهره صحيه. ازاي مجلس الشورى ايام صفوه الشريف لما كان بيسقف وكان بيشيد بالحكومه كنا بنقول عليه ايه؟ لكن دلوقتي ما هو مجلس الشورى اعضاءه ايه؟ ما هو شعب، ما هو مش 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 مصريين زينا، بيحسوا بآلام، بيحسوا بمشاكل، بيحسوا ليهم طموحات، شايفين في وزراء معينه وزاره الخدمات مثلا فشلوا فبيقولوا دي حكومه فاشله. يعني ده انا شايف. طب ما هو الحريه والعداله كمان والنور لهم تحفظات ايضا على اداء هذه الحكومه. طيب برضو ده كويس. مش حكومه حزب على فكره. ما انا عاوز اقول حاجه، ده اربع وزراء فقط اخوان، اللي محسوبين على الاخوان، يعني دي مش حكومه خالص اخوانيه. لو اربع وزراء ويتحكموا في الاعصاب الدوله، واحد بيتحكم في وسائل الاعلام، واحد بيتحكم في الشباب 4500 مركز شباب، واحد بيتحكم في مساجد الاوقاف، واحد بيتحكم في الصناعه. انت عارف بتاع الاوقاف بيدي الجوامع دلوقتي للاخوان المسلمين. جامع عندي اسمه الخلفاء الراشدين في شارع في مصر الجديده، يوم اسبوع الثلاث هو رساله الاخوان، والشيخ محمد بديع جه فعلا في اول لقاء واحتلوا المسجد. يبقى وزير الاوقاف بيوزع الاوقاف على الاخوان. هل هذا كلام تقول لاربع وزراء برضه ينطلي علينا الكلام ده في مناظره ها فيها ناس كبار زي حضراتنا كلنا، يعني بما فينا مذيعنا ومعدنا، ها يتقال فيها ان اربع وزراء هم اكتر من اربع وزراء؟ لا اكتر من اربع وزراء. مين هم؟ ثلاث ارباع الوزراء اخوان، ومن انصار الاخوان، ومن مؤيدي الاخوان، وجميعهم ايدوا مرسي. وده كلام قلناه قبل كده في المناظره. احنا لو فرضنا سوء النيه يبقى اذا والصحفيين نفس القصه ورؤساء التحرير نفس القصه. طيب واخوانه الصحافه واخوانه المؤسسات، وكل يوم بيشيلوا الجيل الثاني ويستبدلوه برجال اخوان. يعني احنا اخوان؟ بس مفيش داعي، مفيش داعي اخوان في العموم. لا انا قلت اخوان يا طيب. من انصار الاخوان. طيب ما هو في ايه القاعده؟ في وزراء يا من حبايب الاخوان، يا من الردع لهم عشان يبقوا يا دكتور جمال. طب ما في ناس بتتكلم عن اللي هو احمد زكي عبدين وعن ممتاز السعيد وزير الماليه، يعني ان هم من رموز النظام اصلا بياخدوهم عشان يحرقوهم لغايه اخر، وعشان ما يتحملوش. احنا عندنا ردود، وعشان ما يتحملوش النتيجه الكليه والحصاد الفاشل لشمن دي، وعشان في الاخر هم مش عايزين واحد اخواني يمسك النهارده عشان مش هيقدر يعمل حاجه، فيجيبوا واحد ويضحوا بيه بعد فتره ويعرضوه. مش ظاهره صحيه زي ما بيقول الاستاذ زكي. انا عاوز اقول حاجه، يعني ايام الرئيس السابق حسني مبارك كان التشكيل الوزاري بيتم ازاي؟ كان بيتقسم على ثلاث دفعات، كتله بياخدها اللي هي الوزارات السياديه بياخدها الرئيس مبارك كويس، وبعدين كتله رجال الاعمال كان جمال مبارك،
وزراء الخدمات كان سوزان مبارك وما حدش كان بيتكلم. لكن دلوقتي ما تقولش بيتكلم يا استاذ رفعت. لا بيتنفس. ما تقولش حد ما كانش بيتكلم. لا كنا بنتكلم يا استاذ رفعت. لا بنتكلم يا استاذ فتحي. بنتكلم وقلنا في مجلس الشعب. وبعدين كان سوزان مبارك لها حصه وده له حصه وده له حصه. طيب انا عايز اقول لحضرتك هشام قنديل ايه النمط العلاقات اللي في داخل مجلس الاسره اللي اتغير؟ الاعضاء مجلس الشعب الاخوان زمايلنا كانوا بيعرضوا ظاهره ان يكون رجال الاعمال وزراء بعد هشام قنديل بعد الثوره برضو جايبين رجال اعمال وزراء. مين بتاع الصناعه رجل اعمال بتاع الرياضه رجل اعمال بس يا دكتور سامي ياسين رجل دكتور اعمال جمال. دكتور جمال صلاح عبد يعني المقصود نفسه كان صاحب عنده شركه الدول شركه اعمال الدول المتقدمه ممكن اقول لك رجال اعمال مهنتهم هناك دول هناك محافظين سعد كفر الشيخ سعد الحسيني رجل اعمال وغيره اذا كنت انت ظاهره بترفضها قبل الثوره تكررها وتعيد انتاجها فده اعاده انتاج نظام مبارك انت بتقارن زي احمد عز زي الشعوه على المنطق يا استاذ المنطق. لا انا اتمنى تبقى الوزاره كلها من الاخوان بشكل واضح ومباشر لكن عايز بس اكد على معنى تاني خالص انه صناعه القرار يا اخواننا والله العظيم ما في ايدين لا هشام قنديل ولا الوزاره سواء كانت اخوانيه او كانت تكنوقراط. خلينا بقى نسمع كلام حد مميز. خلي بالك بس احنا بنتكلم على صناعه القرار لما الدكتور جمال بيتكلم على رجال اعمال ليس مهما ان الوزاره فيها كم واحد رجال اعمال لكن في رجل اعمال وحيد او اثنين هم اللي بيديروا الملف الاقتصادي بتاع مصر هم اللي بيسافروا مع الرئيس هم اللي بيعقدوا الشاطر وحسن يعني احنا مش عايزين كلام يعني طبعا مهندس غير الشاطر وحسن خلي بالك لا مراكز صناعه القرار ده موضوع تاني خالص في لوبيات لصناعه القرار في مصر اتولدت فورا بعد الرئيس مساله يعني اخطر من ان احنا نتكلم في تفاصيل لها علاقه بان الوزاره دي اخوانيه ولا مش اخوانيه وبعدين ايه سر الهجوم على هشام قنديل يعني مش عاجبهم الاداء نواب الاخوان والنور في مجلس الشورى يعني مش عايز اتكلم مش مفهومه الدولار والبنزين يعني هي دي محتاجه اللي يشوف اداء ولا مش اداء يا فندم هو يعبر عن رايه يعني هل هو ده هو ده مش هل هيسعدك ان انا اقول انهم هم اللي بيعملوا الحاجات دي يعني ارجوك انا عندي معلومات يا فندم بالتفصيل والله فيعني احنا ما بنقدرش يا استاذ ما بنقدرش بحسن نيه يا دكتور ما في ظهر يعني في عد تاخير في فتح الملفات يا فندم باسم التطهير دلوقتي بتقاد حرب ومجزرة ضد القيادات والكفاءات في كل الإدارات التنفيذية والمحلية في مصر بس بمجرد تطلع مظاهرة مظاهرتين مجموعة يسموها ائتلافات ثورة مجموعة طبعا تبقى إخوان غير مباشر ومجموعة تبقى إخوان مباشر طب انت الحل ايه يا ويطلعوا يقعدوا ويعملوا خيام لمدة أسابيع عايزين نشيل فلان ليه؟ يقول لك لأنه ما تقدمش أي حاجة وما فيش حلول لكذا وما فيش والمشكلات والنظافة والبتاع الحاجات اللي هو يعني رئيس الجمهورية مش قادر عليها هيقدر عليها المسؤول الفلاني يعني خلي بالك وفورا تلاقي الراجل مشي يا راجل محافظ محافظه لم يرتكب خطأ واحدا يبص يلاقي خبر ايه خالته في التلفزيون وهو قاعد في مكتبه على شريط الاخبار هو في ايه مرسى مطروح ولا مين مرسى مطروح ويعني والنماذج بعد ما الرئيس والنماذج كثيره جدا مطروح شاله على طول دي اليه لصناعه القرار في مصر بتكلم على ايه بتكلم على الشفافيه يعني انت بتحتكر القرار وما تحتكر السلطات تمارسها بهذا الشكل لا مش لي مش اللي كانوا حاضرين المؤتمر الجماهيري كلهم طلبوا بشيله وعلى الهواء كلهم اللي هو مين يا فندم انا بيطلب بشيله من اول يوم لو سمحت لي يا استاذ فتح الله انا من اول يوم وفي مظاهره على الباب بطالب بشيله ايه رايك يعني شغل الناس اللي حضرت مع الرئيس اللي حضروا مع الرئيس مين اللي حضروا مع الرئيس يعني لما رئيس الجمهوريه يستجيب مين اللي حضر احتفالات اكتوبر مع الرئيس مين اللي حضر الاخوان وفقط مين اللي بيحضروا في المساجد وبتاع الجهاز الكشف الكشف الكذب ولا بيسموه جهاز الكشف الالكتروني بتاع يعني يا فندم انت بتتكلم على دوله الاخوان المسلمين ده كلام خطير جدا على مسار الدوله المصريه انا عايز نبقى مصريين واحنا بنتكلم من فضلك يعني احنا بنتكلم دلوقتي على مصالح عليا لهذا الوطن ولهذه الامه اقسم بالله لن تتقدم هذه الامه مثقال ذره دون ان يكون طبيعتها مصر هي القاتله التي شد سلم وراء هذه تعقيب المنطقة. طيب فاحنا عايزين نتكلم يعني احنا تعقيب على ما هو واضح ان هناك هذه الهوة من عدم الثقه ما بين ما بين نخب معينه وما بين القياده السياسيه وبين اجراءات تنفيذيه على الارض يا استاذ ايمن ليست متعلقه بعدم ثقه ولا بكراهيه طيب شخصيه ولا طيب يعني ما عدم الثقه دي مبنيه على اجراءات طب تحليلك يا استاذ سالم انا عايز تحليل استاذ سالم انا لا نسمع طبعا يعني انا مصوحك يعني لازم نتفق هناك اتفاق على انه لا يوجد اجماع وطني في مصر لازم نتفق على آلية
الآلية الحقيقية الذي يجب أن نوضخ لها جميعا هي الانتخابات، ويجب أن احنا يعني نرقى إلى مستوى قبول هذه النتيجة. احنا ارتضينا بأن يشرف القضاء على هذه الصناديق وتأتي بمن تأتي، ونقول بقى ده إخواني ده مش إخواني. خلونا يا جماعة ننسى خالص فكرة التصنيف ده اللي هيعمل لنا يعني شق في المجتمع غير مقبول على الاطلاق. طيب القياده تدي له مؤشرات على ذلك، ده كلام ان هذه القياده تعمل للمواطن بدون تمييز. احنا البلد كلها الان لن تتحرك الا بعد انتهاء الدستور، ودخلنا في يعني طب الدستور بيتعمل ازاي؟ طب استناني يا دكتور جمال واحده ما أداء معلش انت راجل بتاع سياسه الديني عشان انا خليني بس احط يعني اطار عام للصوره وبعدين نتكلم في جزئيات. الاطار الكلي بيقول ان احنا نتفق على انه صندوق الانتخابات ياتي بمن ياتي. طب خلاص تجاوزنا ذلك، وثلاثة من عشرة زي اولاند في فرنسا او خلافه وننضخ. محدش دلوقتي لا ساركوزي بيتخانق ولا بيعمل حاجه. اللي هتجيبه صناديق الانتخابات والانتخابات على الابواب، احنا بنتكلم على ايام او شهور، ويكون هناك جهاز يعني المجلس التشريعي. البلد بدون مجلس تشريعي الحقيقه في حاله فوضى، يجب ان نعترف بهذا. مفيش حد بيتبنى فكره الدفاع عن اي قضيه. اعضاء مجلس الشعب كل واحد في دايرته كان بيتبنى الاغلبيه ايا كانت، كان سواء وطني او اخوان ايا كان، هتتبنى فكره الدفاع عن الخطوات القادمه. مجلس غياب المجلس التشريعي في مصر مساله في غايه الخطوره. يجب ان نعود مره اخرى وسريعا. انا متصور هناك عيوب في الدستور، يجب ان نقبل يعني ب 90%. نتفق كمجتمع ان احنا نخرج من هذه العصره. طيب ده المشكله استاذ سالم ان ممكن تزيد الهوى والفجوه بسبب ممكن مجلس الشعب ياتي ايضا باغلبيه اخوانيه لازم نقبلها يا جماعه. ما هو طب ما احنا مش عارفين مين اللي جاي. بنتكلم بقى في الهوه دي كيف تعالج؟ هل العيب هل العيب في من يقبل نتيجه الحزب الوطني؟ هل العيب يا استاذ؟ لا السؤال عشان ما بقيش وقت. السؤال الان هذه هو هذه هناك تزوير في تزوير في الانتخابات دي نسبته. لا ده احنا ندخل في موضوع تاني خالص موضوع تاني والله الاثنين سامعين انتوا تحجزوا مناظره ثانيه يعني دي مساله هذا موضوع بقى عايز له يا استاذ سالم انا بسال سؤال عشان انا هدي لكل ضيف دقيقتين اللي باقيين معانا في يا استاذ سالم دلوقتي هذه الهوة العميقه من عدم الثقه يعني الراي الاخر يقول ان القياده السياسيه مسؤوله عنها لانها هي اللي عمقت مفهوم ان هناك اخوانا للدوله وان هناك مصالح الجماعه فوق مصالح المواطن المصري. دايما لازم نقبل بفكره ان كل واحد عنده فكره، من تاتي به الصندوق ياخذ فرصته طيب كامله. طيب بس حسسني انك مش بتعمل لفكرك، بتعمل لي انا كمواطن. لا لازم يعمل لفكره، اعمل لفكرك لصالحي بفكرك وليس لفكرك. لا لا بالفكر اللي جابته الناس هو بيعلن على الملأ انه ينتمي الى حزب الحريه والعداله الزراع السياسي لاخوان المسلمين. طب لما 1000 واحد خلينا فكره واحده خلينا بس خلينا نوصل لحاجه. واحد تاني بيطلع على تبع التيار الشعبي، انا تبع حزب الدستور. الناس بتنتخبه من هذا المنطلق. الدكتور جمال زهران كان بينزل بيرشح نفسه انا انتماءاتي السياسيه كذا، الناس بتنتخبه عشان هذا الانتماء السياسي. يجب ان ياخذ فرصته كامله من خلال الصندوق، اذا فشل مش هيجي تاني. يعني ده المعيار الوحيد عشان البلد تمشي في العالم كله. هل نجحت حكومة قنديل في تخطي يعني هذه العقبة الكؤوس؟ حكومة قنديل وتثبت للمواطن أنها له هو؟ حكومة قنديل ليست حكومة حزب الحرية والعدالة، دي حكومة أوتوقراطية جاءت لفترة انتقالية هتقعد 6 شهور. كل الوزراء اللي موجودين فيها إيديهم أو بعضهم إيديه بترتعش وبياخذ القرار. الجميع يعلم الآن أن مسألة الدعم لازم تتظبط، لازم منظومة للدعم والحلول معروفة. شكرك يا استاذ سالم. شكرا استاذ سالم. استاذ محمد فتح الله ارجو الالتزام بالوقت يعني دقيقه او دقيقه ونصف. انا شايف ان الحكومه اللي هي المفروض عارفه انها تمشي بعد اشهر عديده، يعني بعد الانتخابات مجلس الشعب هيبقى في حكومه اغلبيه، ومع ذلك تضع خطه لغايه 2022 لا يحسب ليها لانها بتعمل لما هيتي بعدها. احنا مشكلتنا مفروض نفترض حسن النيه في خطه الحكومه، وبعدين لازم يكون عندنا مبدا التنازل. لكن مشكله ان احنا كلنا ده احنا كده جايين اربع يعني 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 او ثلاث شخصيات كلنا اصحاب اراء متباينه، مفيش حد عاوز يتنازل. حسن النية لكل حق حقيقه، ليه ليه الحكومه هي اللي ما تدينيش يعني مؤشرات تخليني انا اغير نيتي؟ مؤشراتها هي، ما المؤشرات هي واضحه معاك اهي. بتقول لك انا هشيل الدعم عن كذا وبعد 5 شهور هشيل الدعم عن كذا. لكن يعني بتقول لك كل حاجه، يعني يعني زمان كان كل حاجه بتتم من غير ما انت ما تعرفش. كانوا بيقولوا كده ده كانوا بيقولوا كتير يعني. لا ما كانوش لا كانوا بيقولوا كده والله. كانوا بيقولوا ان النمو فوق وهينزل لكم امطار بعد شويه. ده كانوا بيقولوا المطر نازل بعد سنه ولا سنتين بس استنوا عليه. لكن
بقدم يعني التحيه للدكتور هشام منديل على جهده وعلى نواياه الطيبه والصادقه في هذا البيان، لكني يعني واتمنى ان يتم، لان ده يعني هيبقى لصالح مصر ولصالح الوطن، لكني اجزم انه لا يتم لانه في غيبه اراده سياسيه وفي غيبه منظومة الدولة. أنا بس عايز أقول للدكتور هشام وللرئيس ولكل المسؤولين، بدأت شعائر وطقوس الانتحار بالحرق أمام قصر الاتحادية. نستعيد حوادث الحرق أمام مجلس الشعب في مصر. في جملة واحدة دكتور عزيزي، مسؤولية حكومة قنديل في هذا الخلل الذي وصلت، مسؤولية حكومة القنديل هو إما أن تأخذ صلاحيات تجعلها تحقق ما تطرحه في بيانها، أو تنسحب فورا وتستقيل، فهذا أشرف. لا هي حكومة، لا هي حكومة تكنوقراط، ولا هي حكومة سياسية، ولا هي حكومة ائتلاف وطني، هي حكومة سمك لبن تمر هندي، لن تستطيع أن تنجز سوى سمك لبن تمر هندي مع يعني كامل التقدير. دكتور زهران، أنا في تقديري أنه أولا الفيصل في هذا الأمر هو فعلا إعداد دستور جديد للبلاد. طب مهم بيعدوه؟ بيعدوه مع نفسهم. لما يعد، طيب لما يعد بالشكل الذي يعبر عن روح ثورة 25 يناير، ويدرك في هذا الدستور الروح الجديدة التي صارت في أرجاء مصر كلها، ها في هذه الحالة هنقول إن دي نقطة الانطلاق لإعادة بناء ماذا لو طرح للاستفتاء بصيغتي هذه؟ أنا ماليش دعوة، حتى لو طرح للاستفتاء وتم الموافقة عليه والزيت والسكر والشغل اشتغل، ها برضو احنا لن نعترف بيه، لأن هذا دستور دولة الإخوان. دي رقم واحد. رقم اتنين، لا لازم كل احنا لما نقول مصر الجديده، اللي بنقول ايه؟ غياب المؤسسات. الدستور ده مش هيخلق مجلس شعب قوي، هيخلق مجلس شعب زي اللي فات، اللي هو بيقعد في شرعيه على حكومه فاشله وعلى رئيس. انت تطالب باعاده تشكيل الجمعيه مره. الجمعيه نفسها لا شكل نظام الحكم ولا الحريات، ده كلام يعني احنا كاساتذه علوم سياسيه عارفين تفاصيله وقلنا راينا وبنقوله ومفيش حد بيسمع، وهم ما عندهمش استعداد يسمعوا بالمناسبه، وماشيين في عجله اعتماد الدستور. اذا الدستور يلائم ما بعد الثوره. الدستور ده هو البدايه الحقيقيه لده، لانه ده هيعكس التوافق اللي في المجتمع، هيعكس روح الالفه اللي موجوده في المجتمع، التوافق السياسي بين الجميع. طول ما هو بيعمل في سكه انه من خلال لصالح فصيل ومن خلال فصيل واحد او اكثر، يبقى في هذه الحاله لن يبدي ولن ينتج. شكرا استاذ دكتور. لا اختم بجمله معلش، ان حكومه الاخوان اللي موجوده هي حكومه الاخوان، حتى مش العدد، التوجهات لا زالت راسماليه متوحشه استمرارا لنظام مبارك بالضبط، ولذلك هي بتنتج سياسات الاعتماد على الخارج والاندماج في السوق العالميه، نفس القصه من خلال رموزها، لا تقدم روجيتا اقتصاديه تعكس العداله الاجتماعيه. شكرا جزيلا استاذ دكتور جمال زهران، استاذ ورئيس قسم العلوم السياسيه في جامعه قناه السويس، والاستاذ دكتور عزازي علي عزازي، عضو مجلس امناء التيار الشعب المصري ومحافظ الشرقيه السابق. شكرا موصول للكاتب الصحفي استاذ محمد فتح الله، مدير تحرير جريده الجمهوريه واقدم محرر في شؤون مجلس الوزراء، بمناسبه نحن بنتكلم عن مجلس الوزراء، والكاتب الصحفي اخيرا وليس اخرا الاستاذ سالم وهبي، رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي. شكرا جزيلا لكم. اشكركم مشاهدينا الاعزاء. الثلاثاء القادم مناظرة جديدة، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.